يلا حي المتابعات، بنسوي مشروبات شتوية إن شاء الله تحبونها. بنسوي هوت شوكلت ووايت شوكلت، تابع الطريقة. أول شيء أعرف قياسي، أنا بسوي 3 أكواب وايت شوكلت. أضيف كفشة نشا، أبدأ أحرك عدل. طبعا السكر كمية اختيارية، في ناس يحبونه حالي حال، في ناس يحبون، وممكن نستغني عن السكر نكتفي بالوايت شوكليت اللي راح نستخدمه. طبعا خلطت عدل، احط الوايت شوكليت تقريبا حق كل قياس كوب قطعة، فانا راح اسوي 3 أكواب، راح اضيف 3 قطع واحطها على النار. الحين نبلش بالهوت شوكليت، عندي الحليب بارد راح اضيف له كميتي اكثر بالهوت شوكليت. راح اضيف كفشتين نشا، نستخدم كاكاو بودرة، راح اضيف تقريبا بعد كفشتين، نخلط عدل. كذلك السكر شيء اختياري، ممكن تضيفون سكر وممكن تضيفون قطع من الشوكليت، فشيء اختيار. انا راح اضيف الشوكليت، ما راح اضيف سكر، فاكتفي بالحلى الموجود داخل فيكون حلى معتدل. نفس الطريقه انا عندي 6 أكواب حق الهوت شوكليت، راح اضيف حبتين. بسم الله، 4 5 6، هذه مجاني، واحطه على النار. شوكليت طبعا اول ما يثقل يكون جاهز، كذلك الهوت شوكليت جاهز. شوفوا الحين افكارنا حق التقديم، طبعا نحب هالسؤال في البنات، كلنا نحب سؤال في التقديم. شوفوا اللي اسولكم، حطيت على اطراف الكوب الوايت شوكليت وحطيته بالفريزر عشان يجمد، وكذلك الصوب هذا بحيث انه يكون بجنبه سويت كميه بسيطه. حلو، الحين اضيف الهوت شوكليت. قوامه شوي ثقيل، هذه على الطريقه الايطاليه. شوفوا بعدين راح يسيح الوايت شوكليت. يا اختي سوينا الشوكليت، هذه الحركات الحلوة. بس بعد حطينا اطراف على الكوب، الحين اضيف الوايت شوكليت. طبعا شوفوا شلون قوامه ثقيل، عشان شوي برد. ايوه تمام، يا سلام. كذلك الزينة راح نضيف فليك، وهذا الوايت شوكليت جاهز، مشروبات شتوية لذيذة.